شو شغل. كنت عم تسألي عن الصداقة؟ بدي اقول له لمحمد انه صحيح الوسط الفني يعني صعب، بس بتلاقي فيه كتير اصحاب، حتلاقي فيه صدقني اذا دورت كيف؟ حتلاقي اصدقاء زي آه باسل. يعني تذكرت لا لا باسل خوري. تفضل. كل حدا عنده أصدقائه برا الوسط برا الفني، الحمد بدي لله. كانت تحكي احنا بشكل عام أنا بالضبط. احنا بنحكي لا جوا بالفن، الوسط كلهم أصدقائي اصحاب. وبنضحك وبنقعد نعم أصحابها، بس أنا من النوع اللي كتوم. يعني أنا من نوع كتوم، ما بحكي يعني ما بحكي سر إلا لحدا بكون واثق منه، بس هذا كل موضوع. الصديق الصدوق بالنسبة لي، يعني إذا أنت كنت شايفاه هيك وخلص أكيد راح تكون أنت وياه عمل تجارب قبل بدي ما يكون غير تقتنع إنه قبل ما صديق، أقتنع. بالضبط، إنه فهمتي صديق علي؟ صدوق. بالضبط. نعم. طب محمد، آخر أعمالك عم بتحضر لأشياء جديدة ومكتم عليها صحيح؟ سمعنا صحيح. اشي اشي اذا بتقدر. صح. اسمع، خليها طب تكون في حصريا اتصال اكتر. لفت صدقني انتباهي، صدقني ما ما في اتصال لفت يلا انتباهي. خلينا نشوف. لا هلا لا خلينا رح ارجع لك، انا بضل مركزه لانه ما شاء الله عليك. تفضل. رزون القويدريه. يا اهلا برزون القويدرية، يا اهلا. مساء الخير. الو. اهلا، مساء الخير. مساء النور. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. رزون يعني رح تحكي اكيد مع محمد، بس انا بدي اسالك على الاسم. احكي لنا ليش هيك سميتي حالك؟ بصراحه لانه انا من فانز قويدرمان ومن اوكي معجبينه كثير، من معجبينه، اوكي، وهو كمان انسان رائع وبيستاهل كل خير رزون. وبيشرفني اكيد اكون قويدريه. يا حبيبتي طبعا حبيبه قلبي محمد عم رزون. يسمعك، تفضلي احكي معه اذا بتحبي. رزون من النشيطين عندي بالاكونت بالفيسبوك و... والجروبات. عم يسمعك، تفضلي يا رزون. رزون كيفك يا رزون؟ اهلا قويدرمان. تمام الحمد لله، انت كيفك؟ ضويت خليه له التلفزيون يا شباب، مش راح يحكي لانه انا عارفه. فكر حلو بطل صار. يا اهلا يا رزون، حبيبه قلبي يا رزون، وعن جد حبيبه قلبي، كلك ذوق. انت ما في زيك يا قودرمان. حبيبه قلبي رزون. في تحيه من كل الفانز اللي عندك اللي بحبوك، بكل الجروب من اسراء ماهر وجوجو. طبعا سلامي للكل 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 والناس الكل للكل. ممكن اطلب بدي اذا في مجال بس تغني لي اغنيه حاب اسمعها بصوتك. يلا. شو زي الملائكه؟ ايش هي؟ ايش يا رزان؟ مش زي الملائكه؟ اه اوكي حاضر. زي الملائكه بدنا نسمعها لرزون. شكلها رزون كل ما لا رزون رزون اختي. رزون دائما نشيط على الـ على الـ على الفيسبوك، عامله لك دائما بقولها انت رزون، يعني برافو عليك. شو رايك مديره اعمالك؟ هي نشيطه جدا. في كثير نشيطين هلا. رزون نعم. رزون من ضمن النشيطين، بس ما بس هي لانها حكت حكت. اوكي فبنمدح رزون. تفضل سمع رزون. مش زي الملائكة ولا فيك من البشر ولا حاجة في ملامحك تشبه القمر. مش زي الملائكة ولا فيك من البشر ولا حاجة في ملامحك تشبه القمر. جيت الدنيا ازاي ومنين انت جاي؟ جيت الدنيا ازاي ومنين انت جاي ومنين انت جاي؟ ما شاء الله. طبعا نسيها الاغنية بس الله يحمي الصوت. رح نرجع نسأل، في عندي سؤال وفي عند احمد سؤال. والله يا محمد الله يعينك على نجلة واحمد اليوم، بس ناخذ الاتصال. الو مساء الخير. الو. اهلا وسهلا. اهلا كيفك؟ انا تمام، كيفك انت؟ منيحة ماشي الحال. معك ايتن. اهلا وسهلا يا ايتن، شو الاخبار؟ الو. عم نسمعك، تفضلي. اي اول شيء بدي اقول بونسوار لمحمد. بونسوار. الا عطول بلبنان الكل بحبك محمد، وانت عطول يعني عطول الستار انت، خصوصا غنية سار الحكي كثير بتعقد. ثانك يو حبيبه قلبي، ثانك يو كثير. بس بليز بدي اعزك محمد، بدي شي مقطع من هالغنية. تفضلي. بدي غنية سار الحكي لو شي مقطع. احنا غنيناها قبل شوي بس. بس انا ما سمعتكم، عرفتوا كرمال هيك. حاضر خلص هلا. يعني لا هو انا عارفه ليش محمد بده يخلص من الاسئله فبيضل يغني. انا مزبوط. يلا هلا بغني لك اياها.
قصدك المقطع الثاني. راح الاتصال. شكرا لاتصالك ايتن. ايتن انت خينة حبي انا مكحول، انت جرحت قلبي انا ممنون، قلبي ايدي انت ما عندك قلب، قلب واللي ما عنده قلب شو بيكون؟ عمر الهوى ما عاش في يلا يلا كمل كمل. وانت بتغني لا تقلق علي. حكينا طبعا نرجع نقول لك الله يحميها الصوت. بالضبط. على فكره مش نايم بالمره، سوري. ثاني مره بطلع بانترفيو مش نايم، ما بعرف ليه. حظك هيك بيجي ان شاء الله. حظك هيك بيجي. بس يعني انا اغبطك على صوتك، يعني اغبطك اغبطك انا. محمد، بعد ما خلصت مستار اكاديمي، جهه من الجهات او شخص من الاشخاص يمكن ما بتحب نذكر اسمه استلم اداره اعمالك. اوكي، مين شخص من الاشخاص بدايه تخرجه من مستار اكاديمي او بعد مستار اكاديمي او بغض النظر، صارت مشاكل بينك وبين احد الاشخاص؟ لا مش مشاكل، كانت بس انه فتره عم نحكي عن زميلنا الاعلامي مازن دياب. مازن؟ نعم. لا شيء ثاني صار. شو هل صار خلافات؟ هل صار بيناتكم خلافات؟ هل صارت بيناتكم مشاكل؟ مش مشاكل، ما صار إشي. اختفيت أنا. نعم. رحت على، كنت بدبي، طولت وسفر وهيك. يقال إنه مازن قطعك. لا. نص الطريق بعد ما بلشتوا الشغل مع بعض. لا مازن ما أكيد وجهه تحيز عم يسمعنا. لا لا بالعكس. مازن ما أصر. زميلنا مازن أكيد. و... يعني ما حدا فينا أصر، بالعكس إحنا بس ما بقول لك الناس بتحكي. البعد. جفا. لما كان بالضبط لما كان مازن يضل يقول قويدة برنامجه. فترة إنه أنا سافرت طولت برا، ما بنقطعت إنه فترة منيحة بدبي. فصار انه دخلوا ناس. هلا بتعرف الفن بيزيدوا ما شاء الله، كل دقيقة نعم. 20-25 موهبة الرينج. لا فانه خلص انه صار الناس، طب ليه بطل يقول قوادر، ليه كذا ليه كذا. بس اما انا شو مازن بتكرهني يا مازن هيك؟ اكيد مازن ما بكرهك وانت ما بتكره مازن. احنا بنحبك. لا فيش، انا ما بعرف اول مرة اسمع الحكي. طبعا ناخذ اتصال من زهيدة. مساء الخير يا زهيدة. الو مساء الخير. من الجزائر عم تحكينا يا زهيدة. معكم زهيدة. اهلا وسهلا، تفضلي زهيدة. بس ممكن نقدر مع قوادر؟ اوكي راح اخليكي تحكي مع قوادر، بس توطي التلفزيون شوي، شو رأيك؟ انا تلفزيون شوي توطي. زهيدة كيفك يا زهيدة؟ انا مساء الخير. مساء الخير زهيدة، شو اخبارك؟ تمام. ألو. كلمتنا الأردني، شو أخبارك؟ شو عامل؟ شو مسوي؟ ممكن أطلب منك طلب؟ ممكن أطلب منك طلب؟ تفضلي زهيدة. غنوا لي أغنية بلادي هي الجزائر. يلا. بتغنيها أمل بشوشة. شكرا يا زهيدة. بلادي هي الجزائر، وعليها وراني حاير، وبغيت روح الهزاير، والفك بسهل وفراقك ما قدرت عنه، والفك بسهل وفراقك ما قدرت عنه. الله يا محمد، شكرا يا زهيدة على اتصالك. لا ماخذ عدة لهجات، حكى جزائري حكى لبناني، يعني ما شاء الله متقن للهجات العربية. لغات هاي اللغات العربية. شكرا شكرا يا زهيدة على اتصالك. طبعا احنا محمد سرقنا الوقت ولسه في كثير اسئله. بس انت دبرت حالك مرات جاي. مزبوط. اوكي مرقت. لا مرق حاله بالاغاني. طبعا احنا حابين ننهي هذا اللقاء الكثير حلو باغنيه من صوتك. راح بكتبك يلا نرجع. بس قبل ما نبلش بالاغنيه، لانه في كثير وصلتك اتصالات وما قدرنا نستلم كل هاي الاتصالات. فاحنا بنقول لهم كثير اسفين لانه كان في كثير ضغط على التليفونات. وان شاء الله محمد راح يكون معنا دائما، وراح تشوفوا محمد على طول وموجود بالبلد ان شاء الله. محمد تفضل نسمع اغنيه من. انا كنت بدي اقول انه كل حدا حاول يتصل بده يحكيني وهيك وما لقط معه الخط. نعم. عن جد اشكره كثير واكيد هذا بينضاف لرصيد نجاحك اكيد حلد. طبعا احنا وعن جد شكرا لكم كثير. احنا بنعتذر لهم اكيد حلد. طبعا اكيد تفضل. اني معهم؟ لا راح بكتبك
يا حكاية على سطور بركي بتحملي عني يا ورق قصة قلب تعبان مكسور عدروب رجعتنا اللي محتر موعود فيكي أنا طال الوعد دعا مفرق الملقى لعبتي ولعبت في يعود ضاع الأمل بعد متل الفرق شو بعد اتذكر تكتبك أكتر قد الدني انتي ولا انتي بعد أكبر بعد العطر غافي والطعم أشفافي بعد الأمل عندي الأمل بكرة الدني تصغر يعطيك العافية بس الاتصالات اللي عم تجيني بدهم هيرو هيرو؟ بس انا ما لي علاقه انا رسول وعم بوصل المسج بتطلع طريقه عربي ما لي دخل وننهي البرنامج طبعا بدي انهي البرنامج بصوتك الحلو يا محمد وهي الاغنيه الحلوه بقول لمشاهدينا تابعونا يوم الاحد ان شاء الله الساعه 4 المساء بنشوفكم على خير مع محمد جويدر تفضل يا محمد كل هذا مش مدوز ها مش مدوز بس ما شاء الله ما كان يلا يلا wanna hold you hold you I am my angel being have I lost my mind I don't care